المهم السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راني رجعت لكم فيديو جديد، غبرت عليكم هذه المده دي كامله. المهم اليوم على المحتوى الفيديو ديال اليوم جيت هو الحقيبه الولاده، ولا كيقول باليز الولاده. كنت غنجبدهم من هذا الباليز نرجعهم لهادي. هادي بنتي صغيره وغنديرهم في هادي. المهم بدا العد العكسي كي كنقولوا، والله يفكو حال كل وحده حامله واللي ما عندها الله يرزقها ان شاء الله ويعطيها حقها في وليداتها يا ربي يا كريم. المهم نبداو سديوش على الحاله. المهم درت هادو بالنسبه للبيبي بحال زيوفه تيكونوا رطيبين هادو، فاش يتلوى مني الله يتزادوا ان شاء الله يا ربي. المهم نهز صغير جوج وقيله، ما نديهمش كاع بثلاثه، ندي غير جوج. كيكونوا ثلاثه في الباكيت ندي غير جوج. هادي نبدا نستف. بسم الله بسم الله. هاد البليزه كانت مزيانه، ولكن ولادي ما تلعبوا ليا في الكود، وانا الكود ما عقلت عليه، جاب الله ما تسداش، معني ما سدوهاش. بعد ثاني المهم كاين هاد اللبسات هكا دخلانيين، غندي تقريبا جوج ولا ثلاثه هما كيف كيف. هادو دي ثلاثة وراك وقيلة. كاينة هادي سروالها هدا كيوت صغيرين وزوينين، هاي السروال ديالو بيجامة. ما عرفتش انا صراحه الجو هنا هاد الايام الصهد، وانا بقات لي تقريبا سيمانه هكا اللي قالت لي ان شاء الله بحول الله، بقات لي سيمانه وما كاملاش العلم عند الله. يعني هاد صافي هادو ما نديش بزاف، ما نديش هادشي كامل نفسهم، ما نديش كلشي. ديت شحال قلنا ثلاثه، والبيجامه هذيك بالسروال، وغندي وحده هكا كامله اونصومبل بحال هاد هكا كيبان ليكم هكا. عاوتاني ندي هادي والاخرى تاني بالطاقيه تاعها، ها هي نفسها نيت هادي ها هي كومبلي بالطاقيه تاعها. صراحة ما شاء الله عندي جوج وليدات، واحد خمس سنين واحد عامين. والله الا نسيت شحال وانا كنقلب في الانترنت واش خاص غندي هاد الطاقيه حتى هي عاوتاني. المهم هادو تقشرات كاين حتى هادي، ولكن تلفت والله ما يخسروا والو. المهم نحطهم وخلاص، هم مع بعض ثلاثة دوك دخلانيين وثلاثة هادو على برا. ومازال حتى نكمل وغتقولوا لي في التعاليق لتحت اشنو شي حاجه اللي نسيتها، شنو نسيت. المهم هذه الفوطه ان شاء الله، حيت غالبا ما كيدوشوش ليهم ما شاء الله. وليداتي انا كيتزادوا نقيين، يعني ماشي دوك اللي خصهم يدوشوا ويغسلوا ليهم، كاين اللي كيدوشوا ليهم هنا كاين اللي لا. المهم حنا نديرو شكرا الفوطه ديالتو، نحاول نطويها هكا باش يشد البلاصه بزاف كيما هكذا. بالنسبه للتروس دايره فيها السيروم ديالي مشطه، دايره فيها باندوش البيبي اللي دوشو ليه، دايره فيها كريمه ديال اليدين تيديه هذا باش نغسل وجهي الصباح ان شاء الله، دونتيفريست
بروسادون او هادي اي واحد سامبل ديال البارفيوم. المهم ما عرفتش انا واش نسيت شي حاجه في هادشي، عفوا قولوا لي شنو الا نسيت شي حاجه قولوها قولوها ليا. المهم نوريكم فين الماكياج، الماكياج غنديرو عاد نمشي الا الا بقى عندي شي الا بقى عندي شي شي كوراج الماكياج. اي مرحبا بيبا. المهم وليكوش ليكوش غادي نديرها كامله هكا. ايوا بالنسبه ليا انا عندي السمطه هادي باش نوريكم السمطه فيها ديال الظهر ديال الجنب وديال الكرش، فيها ثلاثه هادو. هادي تاع الظهر، هادي اللي كتجمع كلشي، هادي هادي هي الاخرى بلاتي. المهم كاينه هادي ديال الظهر، هادي هادي تاع الظهر كي كتشوفوا بحال هكا ياك، هادي كتشد الجناب من فوق منها نيت كدار الجناب، وهادي باش كت يعني الاخر كاع باش كتجمعي بهادي تاع الكرش هادي باش كتزير. المهم ان شاء الله وشنو اخر. انا ما غنديش فوطات كبار، درت جوج وحده لوجهي وحده كايله منين نطرف اللبس نمسح بها وخلاص، ما غاديش ندير حاجه كبيره تشد لي ريسباس غير في الباليزه. هيدا هكا 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 هيدا هيدا هيدا. و بالنسبه للبيجاما غندير هادي فصلات لي ماما الله يطول لي عمرها، غير بملحفه خفيفه بارده بالنسبه للصيف. هادي باش غنولد ان شاء الله خلاص، غنكون لابسه من هنايا غنلبس كسوه طويله ان شاء الله الله يثبتني، ومن بعد ان شاء الله منين نولد غنلبس البيجاما هكا يجمعني يعني بالسروال يجمعني شويه. هي يعني بيجاما عاديه هادي، وغندي بيجاما اخرى باش غنبدل وخلاص الملابس الداخليه هذوك هما عازلهم. عندي واحد التيشيرت هذوك زعما ان شاء الله، المهم هادشي الداخلي وديت تقيشرات هكا وبردوا عليا رجليه. بيجاما اخرى طويله باش نبدل ثاني صافي، هادشي داخلي. ومازال ما عرفتش غنلبس هاد الجين هذا مع هاد التيشيرت باش نخرج، اولا هاد السورفيت دايره سورفيت ولكن كنظن السورفيت حسن، وعطوني ارائكم بليز. سورفيت عندي تيشيرت الا كان صاد ما غنلبسش هذا، الا كان شويه البرد عادي غنلبس هادي من الفوق هكا. واحد اهم حوايج اللي مهمين سناك حاجه، هادي النوغا اوكي بسكيت ديال الشوفان، هادشي راه صحي لي صحاب لكم. المهم الشوفان هادو غنديرهم في الصاك ما نديرهمش في باليزه، ومازال ليا الكابل ديال الشارجور الهيدفون ضروري نديرو في الصاك. هادشي ضروري تا هو ديال البلاستيكه هادي وجدتها، هادي ندير فيها الحوايج الحوايج مسخين فوطا. المهم هادشي اللي جمعت حاليا، مازال ما عرفتش شنو واش باقي، كل مره كنتفكر شي حاجه ويلا نسيت شي حاجه بليز بور فابور ما تنساوش يعني تقول لي لتحت تعليق شنو اللي يقدر شنو الحاجه اللي نقدر نزيد، واش نسيت شي حاجه واش ما عرفتش والله الا نسيت كل شيء صراحه. المهم هادشي اللي وجد دابا غنسد الباليزه واخيرا كملت.
حيت عييت. هادي تالت مره وانا كنطوي في هاد الحوايج، ولادي كيرونوهم. هذا هو التيشيرت اللي قلت لكم غنزيد نحطو سكوري، الا كان الصهد اللي لبسو غير هو واسع وبارد، التوب ديالو زوين. هذا كيعجبني بزاف، هذا يعني لارج. ايوا دابا جا مسد ليا الباليز، خصني نوض نعفسها. يلا نتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بالدعاء، واللهم يسير، والله يفك حزن كل وحده يا ربي، وفك حيل كل وحده حامله واللي ما عندهاش الله يرزقها. وان شاء الله ماما راه قريبه تجي، الحمد لله عطاو الفيزا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الفيديو الجاي تكون معايا ماما ان شاء الله، و وإلا قدرت نقدر نبارطاجي معكم نهار فاش غنولد. مع السلامة، السلام عليكم.